نستكمل جولتنا ولكن على بعد ما يقارب 26 كيلومترا وبالتحديد في محافظة بلجرشي والتي تتبع منطقة الباحة إداريا، وإلى معلم سياحي متميز وهو سد الجنبين، ويعتبر إحدى السدود الاستراتيجية حيث يساهم في تغذية المحافظة. يعتبر سد الجنبين من أهم السدود الرئيسية للشرب في منطقة الباحة، تبلغ السعة التخزينية للسد 17 مليون، وبلغت تكلفته 20 مليون ريال، إذ أن ارتفاع السد 28 متر وارتفاع المفيض 23 متر، كما يبلغ طول السد 180 متر وامتداد المفيض 56 مترا، وتبلغ السعة التخزينية للسد 17 مليون متر مكعب، كما أنه يخدم العديد من القرى وذلك عن طريق الرفع لمحطة الرفع، ويقوم بإنتاج تقريبا 5000 متر مكعب يوميا، وتخدم أهالي ومحافظة منطقة بلجرش. كما أنشأت الوزارة العديد من السدود في المنطقة للشرب، والآن جاري تنفيذ سد كبير تبلغ سعته التخزينية 68 مليون متر مكعب، وهو سد عردة، وقد أنجز الكثير منه تقريبا 90% من المشروع. يعتبر السد منظر جميل وموقع جميل بحكم طبيعته الجغرافية، وكذلك يتميز بالمناخ الجميل، كما أن الأودية الكثير من الأودية والروافد تغذي السد هذا، ومياه جارية على مدار السنوات، كما توجد روافد تغذي السد وتكون مياه جارية، وأعين كذلك في فوق السد من أعلى وهي التي تغذي السد. أنصح جميع الزوار بالاستمتاع بالمنظر الجميل والأجواء الجميلة والمكان الجميل فعلا، والنقي بالمياه كذلك، جمال المياه وجمال الخضرة.